للمزيد بشأن الذكرى الأولى لحريق مرفأ بيروت وتداعياتها في ظل الفراغ الدستوري الذي يعيشه لبنان، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أهلا بك سيدي فرانكو. يعني بداية وبعد عام من حريق مرفأ بيروت، لا يزال السؤال مستمرا عن الفاعل والمتسبب ومن أدخل المواد المسببة للانفجار. لماذا برأيك كل هذا التهاون في تقديم الفاعل أو المتسبب إلى القضاء حتى ينال جزاءه العادل؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. حقيقة الأمر أن كل اللبنانيين يعرفون جيدا، يعرفون حق المعرفة، أن من أدخل نترات الأمونيوم إلى بيروت ومن خزنها هم التابعون والمناصرون والحلفاء بشار الأسد، نظام بشار الأسد، وقد خزنت استخدمت تلك المواد ليستعملها نظام الأسد ضد الشعب السوري والثوار السوريين. هذا فيما يختص بكيف أتت هذه المواد. يعني معظم كل اللبنانيين باتوا على علم أن هذه المواد استخدمت لإنعاش لدعم بشار الأسد بدلا من الأسلحة الكيماوية. أما في خصوص من كان يعلم، فإن كل من شاركوا في السلطة، كل السياسيين اللبنانيين الذين تعاقبوا على السلطة منذ أيام تخزينها، منذ قدومها إلى لبنان، يعرفون عن هذه المواد، وكانوا يعرفون أيضا أنها مواد خطرة. نعم. تؤدي إلى عواقب كبيرة في حال انفجرت، وهذا ما قد حصل. أما فيما يختص عن عدم تسليم يعني المسؤولون للعدالة، الجميع يعلم نعم أنه لن نستطيع تسليم أحد من استلام أو محاكمة أي أحد من هؤلاء، لا في سنة ولا في ثلاث سنوات ولا لا في 300 سنة كما قال أمين عام حزب الله يعني. وبالتالي لأنهم كلهم مدعومون يعني من السلطة، من الدولة تفضل، من الدولة العميقة في لبنان. نعم، أصبحت واضحة هذه الفكرة. الآن إلى سؤال آخر، يعني إلى أي مدى يؤثر الفراغ السياسي الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة، إلى أي مدى باعتقادكم يؤثر في واقع لبنان في ظل تعثر تشكيل حكومة على إحداث هذه السيولة وعدم الانضباط الذي يجر البلاد لمواجهة غير مقبولة بحسب بعض المراقبين؟ حدثنا عن الفراغ السياسي وانعكاساته على قضية تفجير مرفأ بيروت. طبعا الفراغ السياسي موجود لأن السلطة الحاكمة الآن تريد أن يكون موجودا. نعم. لأن عدم يعني الفراغ السياسي أو وجود رئيس حكومة أو حكومة تتمتع بكل الصلاحيات وتقوم بمهامها لن تفعل شيئا أمام الوضع المعيشي البائس الذي يعيشه اللبنانيون المظلومين اليوم. يعني ترى كما ترى سيد الكريم، أنا أعيش في وسط بيروت، أبعد عن مكان الانفجار حوالي بيتي ومكتبي، يبعد عن في بيروت يبعد عن مكان الانفجار حوالي يعني بضعة كيلومترات، ورغم ذلك الغرفة التي خلفي المكتب قد تضرر بفعل الانفجار. واليوم وبعد سنة يعني الكهرباء وغير الكهرباء مقطوع عن الشعب اللبناني كله. ولو كانت الحكومة السلطة اللبنانية تعلم أنها تستطيع أن تفعل شيئا في حال شكلت حكومة، لقامت قبل سنة بتأليف الحكومة، وقبل يعني تسع شهور تقريبا حينما كلف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة. ولكن إنهم يعلمون جيدا حتى أنهم إذا شكلوا حكومة لن يستطيعون الحصول على دولار واحد، لأنهم بكل صراحة أصبحوا معلومين لدى الدول العربية والغربية بأنهم جماعة فساد، بأنهم جسم واحد، بأنهم منظومة واحدة قد اقتسمت الكعكة اللبنانية ووزعت عليهم. نعم. على أمراء الطوائف. وبالتالي نعم سنأتي. نعم. بعد قليل على موضوع المساعدات، لكن قبل ذلك دعني أعرج إلى سؤال آخر. يعني هل أدى باعتقادكم وبحسب رأيك موضوع عدم محاسبة المتورط بانفجار مرفأ بيروت، هل يؤدي إلى أن يتمادى الفاعل بما يريد ويذهب بالبلاد إلى حيث يشاء باعتقادكم؟
سيدي لقد ذهب الفاعل بالبلد إلى حيث يشاء وسيذهب به إلى حيث يشاء أو بالأحرى إلى حيث تشاء إيران، لأننا نعلم والجميع يعلم والشعب اللبناني دائما يقول إذا رأيت التحليلات وآراء الشعب اللبناني أن لبنان محكوم من قبل حزب الله، القوى الفاعلة، القوى الحاكمة على الأرض، وبالتالي لا أحد يستطيع محاسبة حزب الله وهو مستمر في هذه السياسة. لو لم يكن حزب الله هو من يحمي هذه السلطة لدخل الشعب إلى بيوت السياسيين ورماهم من النوافذ، ولكن حزب الله هو المسيطر على البلد وهو يريد أن تبقى هذه السلطة على رؤوس الشعب اللبناني بالرغم مما يتعرض له هذا الشعب يعني من دمار، من تخريب، من تخريب، من تجويع، من تفجير. يعني حزب الله يعني يسيطر على كل البلد، وبالتالي هو لن يقدم أحد إلى المحاكمة وسيستمر في اتباع هذا الأسلوب بعجالة. سيد فرانكو 2005 بعجالة، الرئيس الفرنسي من جهته ربط المساعدات الكبرى التي ينوي إرسالها إلى لبنان ربطها بموضوع تشكيل الحكومة، أي رسالة باعتقادكم يريد ماكرون أن يوصلها إلى الكل اللبناني من وراء هذا الشرط؟ نعم، برأي كل المحللين اللبنانيين الذين أيضا القريبون من الثورة يعلمون أن ماكرون يعني يريد دعم هذه السلطة، لا يريد هذه أركان السلطة أن تتغير، يريدها أن تبقى في الحكم لكي تبقى علاقته جيدة مع حزب الله ومع إيران التي يملك معها يعني مصالح استراتيجية. ولكن ماكرون يعلم أو ربما لا يريد أن يعلم بأن الدولة اللبنانية لن تحصل على فلس واحد من العرب، من المجموعة العربية، إذا بقي حزب الله في الحكم. وبالتالي ماكرون يعد الشعب اللبناني بأنه سيقوم بفرض عقوبات على السياسيين، ولكنه لم يفعل، إنه فقط لذر الرماد في العيون، في عيون الشعب اللبناني، فقط لكي لا يقوم يعني بثورة عارمة تجتاح المدن، حيث يعني الشعب اللبناني لن يستطيع صبرا بعد اليوم. وماكرون دائما يحاول أن يعوم الشعب اللبناني على شبر من الماء كما يقال. فرانكو عبد القادر مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.